ده الواد حطتني بالبادي الاسود. طب تعالي يا اختي ما تضايقيش نفسك. هو عايز اللي تحت البادي يا اختي. ربي يخليكي ليا. ده بقى الواحد يسخن اي حد. عندك واحد تاني ليا يا شريف؟ انت بقى رئيسي ده. طب ولا مؤاخذه بقى، انا هطلع عيش بره اصلي بتكسر. فيلم بدون رقابة، فيلم للكبار فقط لكثرة المشاهد الخارجة والغير أخلاقية فيه. انت بالذات تعملي كل حاجة نفسك فيها، وأي حد مش عاجبه يتحرق. وبتدور أحداث الفيلم عن شاب عنده فلوس كتير ورثها عن والده، وبيستخدم الفلوس دي في شرب الخمر والمخدرات وتعدد العلاقات النسائيه. مش غير اربع تنفر ما بيخرجوش من الاوضه، يا نايمين يا بيتفرجوا على التلفزيون. يا عم احنا لو اتمسكنا هنروح في 60 داهيه. وانت هتتمسك ليه؟ انت مش عامل لي فيها سبع رجاله في بعض وبتعدي في الحديد ولا انت بق على بعد كده بيتعرف الشاب ده على واحده وتثبت ليه ان الحب ليه قيمه ومش مجرد نزوه. بعد كده بيقع في حبها وبيحاول تغيير حياته للافضل. نورا انت ليه مش عايزاني اعبر عن مشاعري؟ ومن جهة تانية تناول الفيلم قصص بعض أصدقائه كالفتاة سيئة السمعة والشاب المتلين الذي يلقي محاضرات في الجامعة وغيرهم من ليس لهم طريق. انت لخبطة يا شريف، عايزة تكوني على حريتك فعملتي بعد حريتك بكتير. أنا صراحة مش عارف أنصحك لأن أنا كمان بتلخبط. وتفتكر أن أنا مستنية نصيحتك أنت؟ أنا غلطان. يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ سايبيني مع ابراهيم ملزمه لوحدي. سموح حبيبي وحشتني، قاعد بره بتعمل ايه من غيرنا؟ لا 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 شيرين الموضوع ما يجيش كده خالص. امال يجي ازاي؟ ما انا هحاول. مالك يا حبيبي فيك ايه؟ مفيش. ازاي مفيش يا هاني؟ طب بقالك فتره كده سرحان ومهموم وقلقان. سيبك بتاع ده من ايدك يا ستي. امي كلمتني 100 مره وعايزه اكلمها، سيبيني بقى. اسيبك ازاي يا بيبي؟ يوه انا هسيب لك الاوضه واخرج اكلم من بره. ليه كده يا هاني؟ الفيلم انتاج 2009، تأليف امين جمال واخراج هاني جرجس فوزي، وشارك في بطولته احمد فهمي وحسن حسني وعلا غانم ودل شاهين وادوارد.